الارز اخدت وبرغل اخدت وسمنه اخدت وسكر اخدت. بدي اخد ضيافه مش عند تحسين، بس هي بدي احاسب مني ابو بعد اذا شاف موت انه حجي غلط وغطيها بالكاشير حاط 1200 ورقه. اي تكره من عيوني لحظه بس. عملتها يا ابو بعد حقير، وصلت معك من ايدك عجزاني انا بورجيك. خلصينا حجيك ما معك مصاري يحجوا فيك الامم. مسوك مسوك معي كرتو لابو بدا قطع منه. انا بورجيك يا ابو بدا والله خليك طاقي متاقي. خد مني مصاري وروح اشتري فيه ورق مناصب بسيطه. ولك يلا لك يلا يلا مين الغريزه اللي بعتها؟ الله مالي فاضي ارد عليك. الراوش وصاحب الحظ والفائز معنا ليلي يا نصيب الاحلام صاحب الرقم 2 ايه 4 8 اذا صاحب رقم 2 4 8 الفائز معنا بهالليله يا نصيب الاحلام. ولك المال وحظ ده يتعب لايش قام، المال وحظ ده يتعب لايش قام نوب. رجعنا خسرنا. ام عبادة عملي لي فنجان قهوة بسرعة. ام عبادة ولك يا ام بتطير. شبك بابا؟ شبك حتندي على امي؟ وين امي؟ ليه ما عم بترد؟ امي نزلت على السوق تجيب شوية ضيافة وشوية غراض للبيت، لأنه ام تحسين بعد شوي جايين عندنا. لك ومن دون ما تقولي طلعت من البيت، لك بدون ما تاخد شوري. وكيف لو تعرف انه كمان اخذت كارتك الفيزا تبع البنك. وري ها بتفتح جزدانه بتطلع بتشوف ما في مصاري، وبتعرف انه ما في غيري رح ياخذ المصاري، حتى كارت البنك اللي اخذته مالي تارك فيه مصاري. خليني افقس من البيت قبل ما تجي. هلا بتجي مفلفله. فعلا نحن عيله مضروبه بتتعاطى مع زوط مغشوش. وبدي اروح على قفه روق ام عباده وبدي الاقي لي محل احسن شيء اروح لعند قبط حسين، وبالمره بشتري مع جاره اللي جنبه ورقه يا نصيب على الحكي، لانه جاره ببيع وراء مضمونات 100% وبيربحوا اكيد. تم خصم 1200 ليره؟ ليش انا حسابي بنقي فيه مصاري؟ اوف كنت تارك 1500 عشان اشتري فيها ورقه يا نصيب جديده. يخرب بيتك يا عم عباده اذا ما ابليس بياخذ منك دروس. يلا يلا عندك عندك استني وين طاير فوق بفتح يلا وما بتنزل تروح عند حسين ها وتشيك ما بدي اشوفه يلا يلا فهمنا خلاص وانت عبدا يلا اغرفتك لفوق وجاكم ما بدي اشوفها تروح المخلوقه ها يلا يلا ولك انا ما عم بحكي مع حالي انا بغير كوكب انت ايم اهلين تحسين فوتي وسكر لك الباب فوتي شو خانو ساعة تفتح الباب ولا اعطيت تعليمات لاولادك حتى ما يفضحوك قدامي وانت كل مرة لا ما شاء الله عليك شو مهضومة بيض على سردين الحقيني تضربي شو تعرف انت لك خبر انه الحشرة جوزك هو عند الحشرة جوزي اكيد هلا يكونوا خسروا ورق يا نصيب وعم فكروا شلون بدهم يشتروا ورق يا نصيب جديدة ولك الله يخرب بيت هالقصة يخرب بيت ورق يا نصيب بتعرفي صار مثل السوسة عم ينخر بمخه نخر لك ما عاد في بجوبه مصاري لك شبه لك ما معه ولا ليرة صار يجي ياخذ من مصراتي كمان ايش اعمل اه وانا مثلك بس لازم نلاقي طريقة لحتى نطالع السوسة من مخهم بس شلون ولك لا تشكيلي بكيرك اخ بس لو نخلص من القصة اه ايش هالرسالة نحن لا يا نصيب ولا شيء نحن النصيب بذاته ولحتى تزوري الحضارة وتزوري برج خليفة وكمان تقبضي بالدرهم اشتري كابون الحظ من عنا لا تفكري ولا تحتاري وفورا نحقي حالك وخدي قرارك معنا رح تتغير حياتك كابون الحظ والإمارات واليلا شو بكي يا ام عبادة عم تفتي ولا سطرتيني صاير شي كانه متوتره انت ها عجب انت حسين اشتريتهم ولا ما اشتريتهم لا اكيد كون لحقت اشتريتهم لك انا بدل ما عالج ام عبادة من ما يشتري ورق يا نصيب صرت اشتري انا لا وصرت ادفع اكثر منه كمان لك جنيت هاي والله جنيت
لا ام عبادة ام عبادة ولك ايه ايه ايش بك ايش فيه ولا شي سلامتك انا رايح اروح لعند امي يا خلاص ايش اعمل لك روح روح ايديكني رايح بدك شي فعلا مثل ما قالوا ناقصات وعقل ودين اقسم بالله العظيم ها اهلين تحسين اهلين ام عبادة شلونك ام عبادة هون هون ولك انت وينك لهالله وانت مواتو عند اهلك اضوي ادخلي وسكر الباب بسرعة ولك انت وينك لهالله رح يبلشوا اعلان نتائج وانت باليتي لسا مسكي هالله هاي بطاقتك مش على التلفزيون يلا هاتي خلصيني لحظة استني قبلتش على التلفزيون جيب لي كاس مي حسي قلبي رح يغلط من العطش ولك هلا وقت المي انت الثانية مسكي مسكي بطاقتي والجهاز دوت ما عجب لك هاتي 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 بدي بدل بطاقتي ببطاقة ام عبادة بعرف لانه حظها بيطلق الصخر هلا بتربح هي مسكي هاي كاسة مي هاتي بطاقتي والجهاز هاتي هاتي مسكي هاي الجهاز والدات. بسم الله بقى والفائز او الفائزة معنا بهالليلة في قامة داخل الامارات وموعده حيكون رقم روقينا يا ام عبادة خلص لا تزعلي مفكر حالك رح تفوزي يعني وتبني احلام كاذبة مثل جوزك لك شو بكي ساكتي لقوم زعلتي الحق البطاقة والله انا بعرفك كحتوتي بس مو لهالدرجة يلا كسبنا شرف المحاولة ولك شو بكي هاتي بطاقتك لشوف هاتي لشوف هاتي تسعة تسعة ستة ستة أربعة أربعة الله لا يوفقك يعني أنت اللي فزتي ونفستي ونفستي عن الفوز كان لازم يكون لي ولك أنا أنا بدأت ولك يلا خصمونا ساعدوا أنا عم بلعب نازل العفش وين الكراتين؟ لك وين كنتو؟ ولك انتو خرجكم السفر انتو؟ ولك وينكم ما عم بشوف حدا؟ وينكم؟ لك انا عم بفضي الخزينة عبادة وينو؟ قولك يلا خلصونا بدك تروح علينا موعد الطيارة ها خلصونا يلا يلا جيتك عبادة موجودة تحت وانا خلصة يلا واخيرا رح نسافر النداء الاخير للسادة المسافرين طائرتكم على وشك الاقلاع We'll be right back.
حبيبي come to Dubai. يلا خلصونا طلبت الاسانسير. اعوذ بالله انا ما بطل الاسانسير النوب. نسيت هذيك مره صار معي ما بطل الاسانسير. ولا شبكي لا تخافي هون الكهرباء ما بتقطع النوب. بعد هون اسانسيراتهم متطوره كثير يعني تحسي بتقطعي الاسانسير طوب صرتي بطابع 20 ما بتحسي النوب. لك امي خلصينا كلياتنا معك الاسانسير ها لا تخافي يعني امشي. ايوه كلياتكم معي بالاسانسير عشان تسحبوا لي الاكسجين من جوا اختلاق. لا معلش بطع الدرج انا قطع الدرج احسن لك روحوا لك امي بس بدي افهم ايش تطلعك 15 طابع على الدرج امشي طالع معنا بالاسانسير لا تخافي. لا معلش ينقطع نفسي على الدرج احسن ما ينقطع بالاسانسير توكلوا على الله انتم روحوا تضربي ان شاء الله عمرك انطعتي وما انطعتي روح انضرب على عمرك طالع بالدرج طلعوا معي لشوف تام تام بدنا نطلع على الاسانسير لسا تضربي انت بده يطالعك الحقوني جيدا خلاص جيدا خليكي راح تندمي ها كلياتهم طلعوا بالاسانسير تشطفلي بشوف هيك فوق قدام بطلع وما بطلع انضربي عندك طالع على الدرج طالع 15 طابق تضربي انت اللي طالع بالاسانسير يا اخي ما بعرف ليش بتخاف ليش بتخاف من الاسانسير ما بعرف كان تسكر كان تسكر شايفين كان تسكر شوف الحقير اخذوا اولاده وراحوا فورا مستقرعين عجبني صار الدرج من هون نازل اي من هون نازل ان شاء الله ما يطفل اقسم بالله اذا بتنقطع هذا فينا بدي انقط تحتي انا والله بتبقى ضربه 15 طابق شو بدي طالع لي عند الدرج انا خلص ما بلاها او بقلبي بدي اقطع الاسانسير وان شاء الله ما بيحصل هيك ان شاء الله ان شاء الله ما بيحصل حصلت اقطع 15 طابق وال 15 طابق ضربه امسكي البيان وين رحتي؟ ولك ما فيكم واحد منيح كلمين اللهم اسألك نفسي انا بس بدي اعرف مجهودة بسرعة عشان ندبر رفقاته سيارة ما طحت بابا بتعرف هلا امي بدها ساعة لحتى تطلع الدرج تصطفي مو بدها تطلع الدرج خليها تطلع دخيلكم الله يوفقكم ايش عملتوا فيني قلت لكم ما بدي اقطع بالاسانسير يا راشي امي لو عارف بده يغمى عليك كنت طلعت معك بالاسانسير وصورتك وقت الاغمى عليك كنت نشرته على التيك توك جاب لي اقل شيء هلا مليون مشاهده روح من خلطي ولا روح من خلطي شباب بس ولك بالبابوش عرفتك وين البابوش لك وينك يا حرمي لا اله الا الله لك وينك انت لك وينك وينك انت لك ليش طالعه ما عملتي اكل جوعانين عصافير بطنا عم تزغزغ بدنا ناكل خلصينا روح انت اعمى ما بتطس اعمى انت ما راح شايفني روحي على القطه بدك تتزهره من السهر زهرمان البخاري ان شاء الله طز طفلو وانا كنت مقرر المساء اخذكم على برج خليفه تتصوروا هني بتحكي يا بابا انا ولك ايه جد ايش قلتي؟ بدك تعملي اكل ولا روح اتعشى برا انا؟ فورا خمس دقايق بس اعطيني خمس دقايق واحلى اكل يكون عندك فورا فريرا سلام وقولا من رب الرحيم كان بينه وبين الموت شعرة فرحانك عمري ما قاعد عرفت انا ولك هذا برج خليفي ما حي الله
إذا قلنا بدي أستثمر مثل برج خليفة لحتى عمر واحد تاني مثله، كم ورقة يا نصيب بدي لحتى أرباح؟ بس والله غريبة، كأنه هون ما في ولا بياع يا نصيب. يا نصيب يا نصيب آخر بطاطين جرب حظك، يا نصيب يا نصيب آخر بطاطين جرب حظك، قرب يا حباب نا جرب حظك آخر بطاطين يا نصيب جرب حظك. ولك ليكو هاي بياع ورق يا نصيب، منين اجا هاد؟ وين رايح ابو بدن؟ لعند بياع ورق يا نصيب. لا اشتري شهوة بس يبطل عنها السوسة هاي. لك شي مرة بس اشتري ورباح انا بورجيك، يجع بشتري ورق يا نصيب بس بكب بهالمصاري انا بورجيك. انه حدا يساعدني بهالبيت، ما حدا بساعد منوب، منوب ما حدا بساعد. والله جبت لي اياها عبدة بس هي هي. وهي ورقتي يا نصيب جواتها خليك. لا شوف بدك تحرم ولا لا؟ وإذا سألني بقوله أنا شو بدي أعرفني إنه ورقتي يا نصيب جوات القلابية؟ بركي بحرم. راح يبلشوا راح يبلشوا ام عبادة اعطيني هالورقة بسرعة، اعطيني ورقة بسرعة راح يبلشوا يلا. انت مو حفظان الرقم، شو ايش بدك ورقة؟ خلص حفظانه انت حفظانه. ولك حفظانه شو ماني حفظانه؟ حفظانه اكثر من اسمي. بس انا قصدي شو اذا فزت هلا بسرعة اخذ الورقة وروح استلم الجائزة، لانه الجائزة عقار واقامة ذهبية. لا تخاف ما راح تفوز. وين بدك تفوز؟ جاهز كرامات العلامات صاحب الرقم. قول اثنين. أربعة. قول اثنين. يس يس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ولك إيش معك؟ لا تقول في زين. أخيرا أخيرا مالي فدي مالي فدي. لك وأخيرا لعب معنا الحظ ربحنا بيت وإقامة ذهبية. هاتي ورقة بسرعة رايح أستلم. هدية هدية. الورقة الورقة بالقلابية. ايه وين القلابية؟ القلابية بالغسالة. شو؟ بالغسالة؟ شغلتي خسارة؟ لا تقولي شغلتيها، ما شغلتيها مو؟ الله يوفقني على هالعملة، امبارح قصدي تعمل عيشة. ولعبت ايش انت؟ يخرب بيتك من حالك. ولك ضيعت عمري وانا عم بشتري ورق على نصيب وكل ما ربحوا تصور بالله وقت اللي ربحوا تحكي انا بدي اعرف ولك ايش عامل فيكي؟ ايش عامل فيكي؟ ايش عامل فيكي؟ والله تصور بالك بس